قوم يا عباس بيه الزوار غاصت كربلاء. يلا شباب أريدك تقرأ أنت الليلة، أنت الليلة الخطيب. ها قوم يا عباس بيه الزوار غاصت كربلاء وهالحميل ما عندي غيرك يا ابو فاضل يحمله. اويلي قوم للزوار جتني يا الاخو من كل بلد تهتف باسمي وما عندي على اللحظة جلد راس ما عندي يا خويا ومن طحن من الجسد كربلاء من صياحهم يا ابو الفضيل متزلزلة. قوم يا عباس واستقبل يا خويا شيعتي جاي زوار عندي ولا يذاب حمايتي ما اقدر انهض والعدا بالخيل رضت جثتي. ايوا حسين قوم للزاير اميد كفك الي واستقبل قوم واستقبل ضيوفي ما انت يا اخويا الكفيل ما اقدر استحمل بجاهم حول قبري والعويل وهالضجيج بكربلاء وصل الى عرش الجليل النساء والرجال طمح القبر معوله. اسمعها الزم قلبك تدري خيك من دفين من غير راسه بالقبر تدري خيك من دفين من غير راسه بالقبر وتدري وش سوى المثلث وتدري بفعلة شمار وتدري بخيول الأعادي صدر خيك من كسور وجثتي من فضة ما يلأخو متغسلة. أين المنادون وحسينا هذه الليلة وفي مثل يوم غد وصل ركب زين العابدين ومع النساء إلى أرض كربلاء. قال عم زينب نحن على مشارف كربلاء هل لك أن تزوري الحسين منذ فترة لم ترين الحسين. قالت يا ابن أخي مروا بنا على أرض كربلاء فقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه ولكن عندي شرط يا ابن أخي تفضل يا عمه. قالت بني مروا بنا على طريق ليس فيه نظارة فقد خزينا من كثرة النظر إلينا. قولوا لحادينا يمر بالغضرية صوتك قولوا لحادينا يمر بالغضرية سلم على الوالي وننصب لعز. رحم الله الخطباء رحم الله الأدباء شوية عيد الأمجاد. قولوا لحادينا يمر بينا على حسين نبغي نزور حسين
وين شوفن دفن و والله لا روي قبر اخويا بدمعة العين ويا ليت فوق القبر تحضرن المني وحسينا نادى العليل مدمع بالخد منثور اكسب معانا اليوم يا نعمان معروف مرة وبعماتي وخواتي برض لطفو قل فلا عصي لك أمر يا ابن الشفي ولا عرج على قبري شهد وصار لنيا والعابد السجاد من فوق الجمل طاق وزينب تنادي يا عز قوى ظهر خرت على قبره بيتامها سوي وحسينا وإذا بالعين الذي وضعها جابر على قارعة الطريق جاء يحث التراب على رأسه سيدي جابر قوموا بعجل واستقبلوا شيخ العشير ويا اليتامى عاد بالذل والكسي من بيت ابو طالب تراه ما ظل غير قام بعجل جابر وقلبه بنار مسعور وحسينا أخبرني يا زين العابدين ما الذي جرى عليكم؟ قال ها هنا قتلت رجالنا، ها هنا حرقت خيامنا، ها هنا صعد الشمر على صدر أبي الحسين. أيوا حسينا، وزينب لما لاح لها قبر الحسين اختنقت بعبرتها ونادت قبر الشهيد ابن أمي بانت لنا أنوار وين صوتكم قبرك عسى يا الوالي ما تنقطع سو طوبى إليك من تربى يا الساطعة بأنوار يوم القيامة الجنة مكتوبة الزوى أبدا فلا يتحاسب من يندفن بجوى الأكرام للي تعفرت في تربتك خد وأجالت ببصرها نحو القبر ونادت يا ابن أخي قل لجابر والجماعة أن يتنحون عن القبر فقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه ويا لها من ساعة لما وصل الزينب إلى قبر الحسين انكبت على القبر منادي أخي حسين ضربونا أخي حسين وضعوا الحبال في عنقي أخي حسين أدخلوني مجالس الرجال في دار مكشوفة حبسنا الفاجر يزيد تقل بلسان الحال رحمك الله ابن فايز في دار مكشوفة حبسنا الفاجر يزيد
ومدة 3 أيام ما فكنا من القيد، وصار التهاني بمجلس أعظم من العيد، ويقول يا حيدر استوفينا من أبناء. وصديت لأبو فاضل وهي عبرة تنادي، إيه هاي الكفيلها هذا المحامي ها. وصدت لأبو فاضل وهي عبرة تنادي، دقعد يمن قطعوا على جوده أياديه، ما أظن يا أخوي الشام ترضى نشوف وادي، يا كرام ما تاخذكم الغيرة علينا. وينك أبو يوسف؟ يا الوصل لكم يا أبو فاضل، ولا جيتوا تنزلون، هاي الروس جبناها ومنكم نطلب العون. الزم قلبك وراس حسين سمحولي، تراه مكسر سنون، قالوا هاي أبو فاضل زينب دخلت عليزي، قالوا هاي أبو فاضل أجع زينب دخلت علي زيد، قالوا هاي أبو فاضل أجع أجع وانت تلطمها زينب دخلت بعد مرة، قالوا هاي أبو فاضل زينب دخلت على، وقالوا هاي أبو فاضل تستر للوجه بالإيد، قالوا هاي أبو فاضل زينب زينب دخلت، آه من هو الجان يتوقع زينب تمشي مسبية، ومن هو الجان يتوقع تناديك انغار علي، ومن هو الجان يتوقع تتعذر عن الجية، صاروا صاروا يقولون ما كان لعتب يفيد، قالوا هيا أبو فاضل آه ما خطرت أبد عالبال صوت اختك يسمعون، وما خطرت أبد عالبال ردا زينب يسلبون، وما خطرت أبد عالبال تمشي بهز المحزون، صارت والحيدة بيها خلاها توين بالبيد، قالوها بوفا زينب زينب بعد مرة، قالوا
والله شقول اللي يناشدني من إلا أخوك حسين وين وين أقول حسين ظل جثة بلا راس وعباس النفل قطعة ويمين